سؤال: هل تتذكرون كيف كانت عودتكم من المنفى؟ جواب: آه نعم، أظن أنني لم أشهد أبدا في حياتي تتابع صور التاريخ أمامي بهذه السرعة كما شاهدته طيلة رحلة 24 ساعة التي استغرقتها عودتنا. انطلقنا من مطار تانانريف، ولست أدري لأي سبب رفض المندوب السامي بمدغشقر الحضور لتوديع والدي قبل سفره، فكان أن تدخل إدغار فور وأنطوان بيني لما لهما من نفوذ لحمله في النهاية على الحضور. وعلى أرضية المطار أدت لنا التحية فرقة مؤلفة من 12 جنديا ملغاشيا بسراويلهم القصار وأحزمتهم وبنادقهم ذات الحراب الحادة المثبتة على رؤوسها، وكانت الطائرة من نوع DC-6 تابعة لشركة أوتا. وبعد الإقلاع قال لي والدي: اجلس بالقرب مني أثناء وجبة الغداء. قلت: لا يا مولاي، سأكون إلى جانبكم ولكنني سأدعكم تتناولون الغداء بمفردكم. وتحادثنا في موضوعات شتى، وفجأة قال لي: لن يكون هناك داع لفتح الحقائب بعد الوصول إلى نيس، فقد قررنا المكوث بضعة أشهر في بوفالون. واستغربت كثيرا وقلت: ولما ذلك؟ قال بكل هدوء وبلهجة المتفرس للمستقبل: لأننا سنعود قبل الأجل الذي كنا نتوقعه. اتجهت نحو مؤخرة الطائرة حيث كان يجلس كوموندون الدرك توية، وهو صديق قديم مثل فرنسا بمهارة فائقة، وكان خير مجسد لتقاليدها طوال سني المنفى في مدغشقر. فقلت له: أيها الكوموندون العزيز، لم أرغب في تثبيت عزيمة صاحب الجلالة، فهو في بعض الأحيان متشائم شيئا ما، ولكن هاكم ما قال لي. وقصصت عليه ما أسر إلي به والدي، ولشد ما كانت دهشتي وأنا أسمع من الكوموندون قوله: سنرى. وبعد برهة عدت إلى والدي الذي قال لي: لقد حانت الساعة 6 مساء، اذهبوا عند قائد الطائرة واطلبوا منه أن يسمعنا نشرة الأخبار من إذاعة BBC بالعربية. فتوجهت لمقصورة القيادة وسمعت بذهول هذا الخبر: تنازل السلطان ابن عرف عن العرش، ولم يبقى ثمة من حل سوى رجوع السلطان ابن يوسف إلى عرشه. ولم أعد في الواقع أفهم شيئا بالمرة. هرولت نحو والدي في حالة ذهول وقلت له: أظنكم على حق. وأبلغته الخبر الذي أذيع، استمع إلي ولم يبدو عليه أي تأثر، ثم ابتسم. كانت برازافيل أول محطة نتوقف فيها، وأسفل سلم الطائرة لم يكن هناك فقط 12 جنديا كما في السابق، بل تشكيلة بأكملها ومجموعة من أصحاب الدراجات النارية الذين كلفوا بخفر موكبنا. وفيما كانت الطائرة تتزود بالوقود، استدعي والدي للقيام بجولة في المدينة، وهكذا أمكنني أن أتأمل الكنيسة الرائعة والفريدة من نوعها التي شيدت على شكل نخلة باسقة. وأقلعت الطائرة مرة أخرى، وبعد ليلة من التحليق وصلنا إلى نيس. وأمام الطائرة كان عدد الحاضرين بالجلابيب البيضاء يفوق بعشرة أضعاف المستقبلين المرتدين للزي الأوروبي. ذلك أن الحرس الجمهوري كان حاضرا كما حضر الأعيان المغاربة، عماي وصهر والدي وأعضاء الحكومة المغربية، أو على الأصح ما كان يسمى في تلك الفترة بالحكومة المخزنية الشريفة. صعد السيد إيريسو مدير ديوان أنطوان بيني للطائرة لاستقبال والدي وقال له: إذا كان ذلك يسعدكم يمكننا أن نوصد الأبواب ونتوجه مباشرة إلى باريس. استمع إليه والدي بانتباه وأشار برأسه إشارة مهدبة تعني القبول، وأجابه: طيب، ولكنه ليس في نيتي التوجه على الفور لباريس، أريد أن أسترح قليلا. أما أنا فأتذكر أني خاطبت والدي وأنا أمشي على إيقاع خطواته أنه بإمكاننا على كل حال إلغاء مرحلة بوفالون، لكن تدخلي كان بدون جدوى، وظل والدي على رأيه. وهكذا طيلة الليلة ونصف اليوم الموالي ظل والدي محافظا على موقفه بكل هدوء ووقار. سؤال: لكن خلال هذه الليلة التي قضيتموها في بوفالون، ألم تستخبروه عن السبب الذي جعله يفضل الانتظار والحالة أن الأحداث كانت تسير بسرعة؟
جواب فعلا. قال لا تخلط بين ما هو جوهري وما هو ثانوي. لقد عدنا لا بفضل هذا الحدث أو ذاك، ولا لأن الباشا القلاوي وابن عرفة أدلي بتصريحات، لا أبدا. إن عودتنا لم تصدر عن حادث عرضي، وإنما جاءت ضمن إطار منطقي تاريخي حاسم بلغ نهايته. وعند وصولنا إلى باريس تميز اليوم الأول بتوافد غير منقطع للشخصيات المغربية، وفي اليوم الموالي كان لقاء لاسيل سان كلو الذي توج بالتوقيع على الاتفاقيات التي تنص عن الاستقلال. كان من بين الحاضرين على الخصوص أنطوان بيني وإدغار فور ومدير ديوانه جاك دوهاميل وجوفروا دوكور سيلو الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية. وفي وقت من الأوقات وجدت نفسي وحيدا قبالة 4 مسؤولين فرنسيين سامين، بينما كان والدي يتحدث مع أنطوان بيني. لقد كان علينا أن نحضر البلاغ المشترك، وفعلا قمنا بتحرير نصه على ورق فوق طاولة للبليارد مغطاة. وعند وصولنا أدى لنا الحرس الجمهوري التحية دون أن يعزف الجوق أي نشيد. وتقرر أنه بعد إتمام البلاغ المشترك وفور الخروج سنشاهد العلم الفرنسي وسيعزف النشيد الوطني المغربي، وفي نفس الوقت سترفرف الراية المغربية للمرة الأولى فوق مقر إقامتنا بسان جيرمان أولي. إن هذا اليوم المشهود كان بالنسبة لي كوطني مغربي أجمل أيام حياتي، كما كانت لحظة الاستماع للنشيد الوطني مؤثرة للغاية. سؤال: هل راودكم نفس القلق الذي شعرتم به سنة 1944 تجاه الاستحقاقات المتصلة بالاستقلال؟ جواب: أبدا. كانت هذه الحالة تختلف عن سابقاتها تمام الاختلاف، ولا علاقة لها إطلاقا بالتخوفات التي راودتني وأنا شاب يافع. لقد مرت السنون وأصبحنا على قدر كبير من الحماس، وفي الطائرة التي كانت تقلنا إلى الرباط نادى علينا والدي أنا وشقيقي وقال: طيب، لا أريد من الآن فصاعدا أن أسمع منكما كلمتي الحقد والانتقام. لا يمكنكم أن تتصوروا إلى أي حد سهل علينا قراره ذاك العودة والحياة، وبمجرد عودتنا كان من اللازم علينا أن نباشر الأمور من جديد. ولفترة ما قمنا بنوع من التخييم السياسي في انتظار تأليف الحكومة الأولى التي لم تكن هي حكومة الاستقلال، إذ لم يتم التوقيع على إعلان الاستقلال إلا في 2 مارس/آذار/1956. لم يكن المغرب في تلك الفترة يتوفر على حكومة، كما أن الفرنسيين بعد إحساسهم بأن كل شيء قد انتهى لم تعد لهم أي سلطة، كما أنهم لم يعودوا يشرفون على الأمور. كان المقيم العام موجودا لتصريف الشؤون العادية فحسب، والقواد وأكثرهم كانوا ملزمين بالاعتراف بشرعية ابن عرفة أعيدوا بالطبع إلى بيوتهم. والخلاصة أنه لم تبقى ثمة حماية ولا إدارة محلية تقليدية أو عرفية. أما جيش التحرير فقد كان يرابط في الريف، والمعجزة رغم كل ذلك هي أن المغرب واصل مسيرته حيث لم تقم فتنة ولم تضرم نار في المدن. سؤال: هل كنتم تخشون الاستفزازات؟ جواب: وباستمرار. في أول الأمر كان المشور أي الساحة الكبيرة الخارجية للقصر غاصا بالناس، وكان أبي يعتلي من قصة الخطابة 2 مرات في اليوم، وأحيانا كانت البحة تعتري صوته فيهمس في أذني لأردد بصوت عال خطابه للجماهير. كان يلح في جميع خطبه على القول: كلكم إخوة، لقد أخطأ بعضكم، لكن علينا أن نبني المغرب مجتمعين مؤتلفين، إياكم والفوضى، علينا أن نظل شعبا متحضرا. لقد كانت الطريق أحيانا محفوفة بالمخاطر، ولم تكن للبلاد في الفترة الواقعة ما بين نوفمبر 1955 ومارس/آذار/1956 أي إدارة فعلية، فقد كان المغرب يدير نفسه بنفسه. ورغم ذلك تمكننا من احترام دفتر التزاماتنا، وفي اعتقادي أننا تفاوضنا بشكل مرض في شأن مسار الاستقلال داخل تفاعل مشترك.
سؤال، هل كنتم تتفهمون هذه العبارة؟ الاستقلال داخل الترابط كما كان مدلولها عند مبدعها إدغار فور. جواب، كان إدغار فور حقا ذا فكر خلاق وخيال خصب، وكان صديقه المحامي جورج إزار يدعوه بالبقرة. وسألته ذات يوم، ولماذا تنعتونه بهذا النعت؟ إني لا أجد في صديقكم إدغار ما يسوغ نعته بالبقرة. فرد قائلا، لا، ليس هذا هو المقصود، لأنكم تعطون البقرة عشبا، أما هي فتعطيكم لبنا، وعندما تعطون إدغار فور ملفات فهو يعطيكم الوضوح. لا، لم تكن فكرة إدغار فور مبعث استغراب لدينا. وبالإضافة إلى ذلك، فعندما تقدمون لإدغار فور ملفات فهو يدرسها ويردها لكم جاهزة. وأود أن أفضي لكم بشيء، أنا رجل مبادئ ولست رجل مواقف، يمكن أن أغير موقفي إذا دعت الضرورة إلى التغيير، على ألا يكون ذلك البت على حساب المبادئ. ومن هذه المواقف في ذلك الوقت أنه بعد فترة المخاض الصعبة بل الخطيرة كان يلزم أن تتم الولادة، ولادة الاستقلال في أحسن الظروف. وأود الاعتراف أن ذلك كان شغل والدي الشاغل، كما كان هما مؤرقا لمجموع المسؤولين الفرنسيين. لقد وقعنا اتفاقيات لاسيل سان كلو مع بيني وإدغار فور، ولكننا أبرمنا اتفاق الاستقلال مع الاشتراك كريستيان بينو، وهكذا تحولنا من الوسط التقليدي إلى اليسار، وذلك في الوقت الذي كانت تعصف بقوة فيه رياح حرب الجزائر التي كانت تجري بالقرب منا. سؤال، 1955 هي كذلك سنة بروز العالم الثالث على الساحة الدولية من خلال مؤتمر باندونغ. جواب، كنت في المنفى بمدغشقر حين انعقد مؤتمر باندونغ. وأصدقكم القول أن اهتمامي بهذا المؤتمر كان أقل من اهتمامي بخبر صغير جدا نشر في ذات الوقت تقريبا. وبمجرد الاطلاع عليه هرعت إلى والدي وقلت له، سيدي لقد قضي الأمر، إننا بصدد الخروج من النفق. كان مفاد هذا الخبر أن الإقامة العامة رخصت بإنشاء أول مركزية نقابية مغربية هي الاتحاد المغربي للشغل. في الواقع كانت باندونغ تمثل نقطة بعيدة جغرافيا بالنسبة لنا، ولما عدنا للمغرب بعد ذلك بقليل لم يتأتى لنا أبي وأنا والأحزاب السياسية المهتمة أن نفكر جديا في نتائج مؤتمر باندونغ ومضاعفاته، حيث كنا منشغلين بوضع أسس الدبلوماسية المغربية والانضمام إلى جامعة الدول العربية، فضلا عن مسألة إدماج 10,000 رجل المؤلفين للجيش التحرير. في تلك الحقبة كنا ننهامك في البحث عن عمال للأقاليم، علما أنه لم يكن عندنا أنذاك أكثر من 12 إقليما. في المقابل كانت عندنا طبقة سياسية أخرى تساهم هامشيا في المسؤولية، فأمكنها بذلك أن تتفرغ لدراسة واستيعاب نتائج مؤتمر باندونغ. كل هذا أدى إلى ضوضاء نشأت عنها لغة ومصطلحات جديدة لكنها فارغة من حيث المضمون. كان مؤتمر باندونغ يركز قبل كل شيء على سيادة الشعوب وحقها في الاختيار، إلا أننا كنا متوقعين من كل جهة، فالجزائر لم تكن قد استقلت وكذلك إفريقيا السوداء، لذا كان ذلك المؤتمر بالنسبة إلينا شبيها بلوحة خلفية أو بالأمواج التي تتوارى ونحن نشاهد البحر.